السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكلمكم النهاردة عن معلومة طبية مفيدة جدا للبنات والسيدات، الناس بتوع الافتكاسات اللي بيتفرجوا على فيديوهات كتيرة موجودة على اليوتيوب وعلى الميديا. بيقولوا كريم التأشير بيستخدم في تفتيح منطقة الأندر آرم وكمان البيكيني، دي افتكاسات كتيرة وبتعمل أزمة في كريمات زي الإيرتين. نستخدمها احنا اصلا لحاجات تانية خالص لحب الشباب، ما ينفعش نستخدم كريمات التقشير خصوصا المنطقه دي سنستف جدا حساسه جدا، استحاله نستخدمها خالص، هتعمل التهابات شديده وممكن تعمل الناس مشاكل كبيره. فبلاش افتكاسات النت في المعلومات الطبيه بالذات، خليكم في القنوات الطبيه. اللي انا خلاص مش هستخدم الاكلاتين، مش هستخدم كريمات التقشير في تفتيح منطقه الاندر ارم وكمان البكيني. طب انا دلوقتي قول لنا بقى ايه الحل؟ في كريمات معموله للحاجات ديت، يعني على سبيل المثال كريم فولديكس كريم دوت معمول لتفتيح المناطق الحساسه بالنسبه للسيدات والبنات، مفيش منه اي خطوره، امن جدا. فياريت يا جماعه بلاش الافتكاسات اللي انتوا بتجروا وراها ديت، وعلى طول ما شاء الله العدد بيزيد والكريمات بيحصل فيها ازمه. حاولوا تتأنوا شويه في الوصفات الطبيه خصوصا المناطق اللي هي سنت زي ما احنا قلنا واتكلمنا عليه. ان شاء الله باذن الله هكلمكم على حاجات كتيره تخص السيده تخص المراه وكمان مشاكل الشعر ومشاكل البشره. تابعونا في القناه ان شاء الله هنقدم ما هو جديد. معاكم دكتور حسام، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.